دارك قوم نامت عين فجارة وعودك سم مثل عدوان يمت الطالب بثارة عودك سم مثل عدوان يمت الطالب لتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان وشمول هذا المأتم بخفي ألطافه وتوجهاته وعناياته، صلوا على محمد وآل محمد. استقبالا لسيدتنا ومولاتنا أم العزاء راعية العزاء السيدة الطاهرة الزهراء في المأتم، صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي، يا أبا عبد الله، سيدي غريب ويا مظلوم كربلا، يا مسلوب العمامة والرداء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. آه إذا ذكرت الحسين عاد حزني. هذا المؤمن اللي يذكر اسم الحسين، إذا ذكرت الحسين عاد حزني على ليس للحزن انقضاء. آه أيأتي مثل رز الطف رزقون عظيم قد بكته أنبياء تذوب لهوله صم الرواسي، والله تميد الأرض منه والسماء فلا لا لا والله لا أنسى حسينا ينثى
ثواب الطف يحضنه العرايا. يا شبيب علي شبيه الحسين قال قطيع الرأس مكسور الحنايا. يا خضيب الشيب قد عز الردايا. يا تكفنه تكفنه السوا في ذاريات. يا ان تغسله على الرمضاء الدماء. يا وزينب نام فوق الرمح نوم والعافية. خويا ليال ما مر على زينب غافية. أنا بيعين هاي وذيج أركض حافية. أرد أسولف لك سوالف فاجدات. خويا اللي الحال وين منوال. بنات البنات بينما هي كذلك تخاطب رأس المولى بعبد الله على عال الرمح. ترى بتلك الرياح الحارة تزفو على وجه الحسين وعلى شيبة الحسين. زينب قامت تحكي ويا الريح. شو تقول له؟ تقول له يا ريح بالك بالحسين تهيج آلام على صدريل زكي حسين شانينا. يا ريح بالك تلجي من راس والله وبهاي دم تمر براس. عباس 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 تقل لأخويا كلمة تقف وياي كلمة كلمة. عطاش لشوفتك عباس كلمة يا وإلي وياك مو شهواي. كلمة كلمة أبو فاضل شنها انظر شنه السبب انظر بعباس. كلمة يا جب الطريق ويشتمون بي. يا جب الطريق ويشتمون. يا أنبي إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال الله العلي الحكيم في محكم كتابه وجميل خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين ببركة محمد وآله الطيبين الطاهرين. نقف وإياكم
في رحاب الليالي الجعفرية، ليالي شهادة مولانا الإمام الصادق رحيله الفداء. ابتدأنا الكلام ليلة أمس وتكلمنا عن محورية العبادة وأثرها في الواقع البشري، وتعرضنا إلى جملة الأوامر الإلهية في القرآن الكريم كعموم، وفي الآية التي تكلمنا فيها ليلة أمس على وجه الخصوص، ووصلنا إلى المحور الثاني، ألا وهو حقيقة عقدية خاصة تفرد بها المذهب الإمامي عن جمهور المسلمين، ألا وهي اتخاذ الوساطة بين الخالق والمخلوق، وعلى أي أساس. فهذه الليلة المباركة نتكلم بكلام حقيقي قرآني له جذر قرآني وفائدة كبيرة علينا وإلينا، ونحن بذلك متعرضين إلى ما نعتقد ومجيبين إلى ما يتساءلون. فحقيقة القول هذه الليلة المباركة إنما خاص بمحورين. المحور الأول هو حقيقة اتخاذ الوساطة بين المخلوق والخالق، فعلى أي أساس، وهل لها بعد قرآني جذر قرآني هذه الحقيقة العقائدية التي نحن نزاولها ونعتقد بها. والمحور الثاني إنما بحقيقته هو جواب لتساؤل، التساؤل يطرح علينا، هو إذا كان بزعمكم إن هذه الحقيقة قرآنية ولها جذر قرآني، فأين حظها من آيات القرآن الكريم الصريحة؟ فإذا كانت لها أهمية ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم صريحا وقال اتخذوا هذه الدائرة دائرة الحجج الإلهيين المصطفات، اتخذوهم وساطة بيني وبينكم. فإذا كان لها قول صريح في آيات القرآن الكريم فبينوا، وإذا كان لم يكن كذلك فإنها خالية من الفائدة المعرفية. طبعا كل هذا وأنا أستعير أسماعكم وأذانكم لبضع دقائق ببركة محمد وآل محمد. إخواني في الواقع العملي الحسي، لو تدبر الإنسان وتبحر في هذا الواقع وما نعيشه يرى إن الله عز وجل جعل كل شيء في عالم الدنيا محتاج إلى شيء آخر ليتمه. فإن صح التعبير كل ما على الوجود هذا، الوجود المادي الخارجي، إنما هو يحمل طابع التركيب فيحتاج إلى جزء آخر حتى يتم، وإلا ما في أحد مخلوق في عالم الدنيا يحمل استقلال، يعني عدم الاحتياج إلى الآخر أبدا. فالإنسان في وجوده في طبيعته الوجودية في عالم الدنيا هم لابد محتاج إلى شيئين يقترنان وهو يتولد ثالثا، فالأب والأم نتاجهما الجنين الطفل. فلابد هنالك في عالم الدنيا حسا طبعا، يعني هذا الواقع العمل الذي نزاوله نحن، لابد هنالك أن يوجد شيء آخر حتى يتم، حتى هذه البذرة الصغيرة اللي الإنسان أو الفلاح يريد أن يستحصل منها النتاج والثمرة، فهو لابد عليه أن يتخذ وسائل، وإلا ماكو يعني بذرة تكون شجرة بدون وسائل وبدون وسائط معينة. هستارة تكون الوسائل أرضية فيتخذ لها أرضا جيدا، سمادا جيدا، ماء، اعتناء خاص في البذور في الزهور في ما إلى ذلك من الزرع والزراعة.
ويتخذوا مواسما أخرى، مواسم سماوية، يعني يراعي في ذلك الغلاف الجوي وما إلى ذلك. فمحل الشاهد، ماكو شيء مخلوق في عالم الدنيا يحمل طابع الاستقلال أبدا، فالإنسان بأبسط شيء يحتاج إلى المأكل، إلى الملبس، هاي كلها وسائط حتى يتم في عالم الدنيا، حتى يستمر وجوده في عالم الدنيا، يحتاج إلى سيارة تنقله من مكان إلى آخر. فقانون الوساطة عقلا موجود في عالم الدنيا، وماكو عاقل يستطيع أن يفند هذا القانون أبدا. أما نفس هذا القانون، هل هو قانون سماوي أم لا؟ بمعنى نحن من ابتدعنا هذا القانون وجعلناه، أم هو له جذر قرآني؟ يعني نحن والقرآن الكريم، نرى القرآن الكريم الآية التي ابتدأنا ليلة أمس بها قائلة بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا، وعرفنا الإيمان وقلنا أول أمر إلهي من بعد الإيمان، من بعد هذه الصفة التي يستحصلها الإنسان، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. بعد شيء يا رب؟ قال وابتغوا إليه الوسيلة، الضمير عائد عن الله عز وجل، وابتغوا إليه الوسيلة. وقلنا أن هذه الآية من جملة الآيات الآمرة إلى الإنسان، يعني مو بكيف الإنسان يريد يتعامل وياها أو لا، لا، آية لها الأمر وحق الإنسان أن يأتمر بها. يا إنسان، الإنسان الموحد، الإنسان الموحد. طيب، في هذا الشأن الآية الأخرى التي ابتدأنا أيضا هذه الليلة بها قائلة بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية موجهة إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، الله عز وجل عبر عن الذنب بظلم للنفس، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ماذا يفعلون يا رب، ذول المذنبين، ذول العاصين، ماذا يفعلون، هكذا يستغفرون؟ قال لا، شريطة التوبة، ونفس توبتهم يحتاج إليها شرائط. أول شرط، جاءوك يا رسول الله وعندك يستغفر الله، جاءوك فاستغفروا الله، وبعد يا رب بس يعني ببركة وجودنا من النبي؟ قال لا، أن تتخذوه وسيلة ووساطة إلي. واستغفر لهم الرسول، عند ذلك لوجدوا الله توابا رحيما. قالوا إذا أنتم تقولون هكذا فنحن لدينا آية أخرى تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قالوا الوساطة والوسيلة تتخذ للبعيد أم للقريب؟ قلنا للبعيد. قالوا الوساطة تتخذ للطريق المجهول أم للطريق المعروف؟ قلنا لا، للطريق المجهول. طبعا في الوساطة في المنظور الديني، قالوا إذا كان كذلك فأنتم خالفتم صريح القرآن الكريم، الله عز وجل ده يقول أنا قريب، أنتم تقولون لا احنا نتخذ وساطة للقريب. قلنا هذا القرب يحمل طابع في هذه الآية المباركة، إنما يحمل طابع القرب الإلهي. يعني ماذا القرب الإلهي؟ إخواني، هنالك بون شاسع وفرق كبير بين قرب الله عز وجل من الإنسان وبين قرب الإنسان من الله عز وجل. فقرب الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله عز وجل يوم اللي يتكلم عن القرب الإلهي من الإنسان قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يوم اللي يتكلم عن القرب الواقعي، القرب الإلهي للإنسان، قرب الإحاطة بالإنسان، قرب السلطنة على الإنسان، قال ونحن أقرب إليه
من حبل الوريد، لكن يوم اللي تكلم عن قرب الإنسان من الله عز وجل قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا. إيه هم مو عاصين، ماذا يريدون؟ يريدون التقرب من الله عز وجل. الله عز وجل قال حاكمية التقرب الإنساني من الله عز وجل هو أن يأتي إلى بابه، إلى الباب الذي جعله الله عز وجل. فهنالك فرق بين قرب الله عز وجل، نحن نعتقد وكل مسلم كل موحد يعتقد بأن الله عز وجل هو أقرب شيء إليه. ليش؟ لأنه محيط بك، مسؤول عنك، خالقك. لكن يوم اللي نتكلم ونقصد، نحن نقصد القرب الإنساني من الله عز وجل، فالإنسان ضعيف مفتقر حقير النفس، لا يعرف كيف الوصول، لا يعرف. ولذلك الله عز وجل واحدة من جملة التكاليف الإلهية حتى الله عز وجل يستطيع حاسبنا، ولا أنا أريد أروح أوصل لله عز وجل والله عز وجل ما مخلي لي وسائط وأتخذها إليه ويعرفوني طريق الله عز وجل، لكان قبيح عليه أن يحاسبني. ليش؟ أن أحتج عليه أمام الله عز وجل يوم القيامة أقول أي رب أنت ما جعلت لي دليلا حتى أصل إليك، وأنا جاهل بالطريق الذي يأخذني إليك. قالوا إذا كان كذلك فإنكم بذلك قد وقعتم بالوساطة الشركية، يعني أنتم هذه الوساطة اللي تجعلونها بينكم وبين الله عز وجل ترى لها جذر، وجذرها في القرآن الكريم، وجذرها ملعون في القرآن الكريم، هم مو ممدوح. كيف؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم هكذا الذين، مضمون الآية المباركة، يدعون من دونه أولياء. ذولي شبيهم؟ قال هم على لسانهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. الله عز وجل حاكي عن بعض المشركين ايش سووا ذول؟ قالوا احنا موحدين لكن عندنا أصنام. قال لهم أنتم إذا موحدين شكوا هاي الأصنام جايبينها وياكم، أنتم موحدين لله عز وجل؟ قالوا بلى. قال هم أرادوا أن يشرعنوا عبادتهم للأصنام، ووقفنا الليالي الماضية على أنه ما يستطيعون أن يعبدون إله يحمل طابع الغيب، فهكذا مع الناس مجارات إليهم قالوا ما نعبدهم. ترى أنتم مو تشوفون نحن نعبد الأصنام، لا ترى إحنا هاي الأصنام ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. الله عز وجل ماذا فعل؟ لعنهم، لعنهم. قالوا إذا كان اتخاذ الوسيلة إلى الله عز وجل ملعون في القرآن الكريم، أنتم كيف تتخذونها؟ بالواقع إخواني نحن نختلف عن هؤلاء، عن هذه الفئة وعن كل الفئات. نحن في العقيدة وفي باب الاعتقاد حينما نعتقد فلدينا أساس، هذا الأساس يحمل كفتين، الكفة الأولى ألا وهو القرآن الكريم، والكفة الثانية ألا وهي السيرة النبوية المتمثلة بمحمد وآل محمد. فنحن نرجع للقرآن الكريم ونرجع إلى هذه الدائرة المصطفاة التي اصطفاها الله عز وجل وقال عليكم باتخاذها. هنالك فرق إخواني، والفرق جوهري بيننا وبين من اتخذ الوساطة المبتدعة والله عز وجل لعنهم عليها على اتخاذها. الفرق الجوهري ما هو؟ الفرق هو نحن حينما نتخذ الوساطة إلى الله عز وجل فنتخذها باختيار إلهي، باختيار رباني. الله عز وجل من اختار هذه الوساطة وقال عليكم بها، وهذا هو أس التوحيد.
ليش؟ لأن الله عز وجل هو من أمرنا وقال هاي هي وسيلة ووساطة تأخذ بكم إلى الله عز وجل. أولئك كانوا يتخذون وسائط مبتدعة، ابتدعوا وسيلة وابتدعوا وساطة ألا وهي الأصنام، وقالوا ما نعبدهم. هسه اللطيف شنو؟ اللطيف نفس الوسيلة ونفس الوساطة اللي هم جعلوها، أولا هم ابتدعوها، ونحن لا يحق لنا أن نضيف شيئا في الدين وهو ما لم يكن أبدا. نحن نؤمن بالدين كمنظومة جاءت إلينا كاملة متكاملة عن طريق الأئمة المعصومين، ونتخذ هذه المنظومة ونتبحر من هذه المنظومة سواء كان في القرآن الكريم أو أحاديث وروايات النبي وآله الكرام، الموروث الحديثي الموروث الروائي. أولئك هم اللي ابتدعوا تلك الوساطة وجعلوها وقالوا احنا هم ما نعبدهم. يعني اللطيف وين؟ هم قالوا ما نعبدهم، احنا ما نعبد الوساطة ابدا، نحن نوالي ونحب ونرتبط بهؤلاء الحجج الإلهيين. لماذا؟ لأننا مأمورين من قبل الله عز وجل بحبهم بالتقرب بهم. فهنالك فرق بيننا وبين أولئك. قالوا إذا كان كذلك، إذا كان كذلك وأنتم هذه الوساطة وهذه الوسيلة التي تتخذونها بينكم وبين الله تحمل أهمية، وأهميتها كبيرة في الدين، يعني اللي ما يتخذ الوساطة والوسيلة قد خالف أمرا إلهيا، طيب لماذا لم يذكرها الله عز وجل صريحا في القرآن الكريم؟ ليش؟ إخواني، معرفة علل الأفعال الإلهية إنما متعسر علينا جميعا إلا على المعصوم. المعصوم يعرف شنو العلة الغائية من ذلك العمل أو من ذلك الأمر أو من ذلك النهي. فنحن لا نعرف، ما ندري ليش الله عز وجل ما ذكرهم في القرآن الكريم صريحا، لكن لدينا إشارات ووقفات. هو طبعا الإجابة وبكل صراحة أنها واقعة تحت دائرة الحكمة الإلهية، الحكمة المجهولة عن الإنسان، حكمة إلهية اقتضت أن لا يذكر الله عز وجل هذه الدائرة وهذه الوسيلة وهذه الوساطة صريحا في القرآن الكريم. ونظائرها كثر، يعني إذا ردنا نوسع دائرة السؤال خلونا نشوف بالله كل الأنبياء كل الأولياء كل الحجج الإلهيين الله عز وجل نص عليهم في القرآن الكريم بأسمائهم صريحا أم لا؟ الذي يتبحر في القرآن الكريم يجد أبدا هنالك اتجاهين، هنالك اتجاهان. أكو اتجاه الذكر الصريح في القرآن الكريم موجود، فهذا ما عندنا كلام وياه، هو صريح، يعني الله عز وجل يقول محمد رسول الله. فهذا ذكر صريح، لكن ما نريد هو الذكر المبطن، ها؟ المبطن في القرآن الكريم. الله عز وجل عبر عن هذا التبطين، قال بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هم مو يعلمون هكذا مثل علومنا أبدا، العلم اللدني، العلم اللدني، العلم الكامل والكامن في نفوسهم اللي الله عز وجل يعبر عنه علمه شديد القوى. هذول أهل العلم هو من يعرفون تأويلهم، وإلا النماذج كثر في القرآن الكريم. أول نموذج كل المسلمين يعتقدون بوجوده ألا وهو الخضر مثلا. الخضر
وثاني نموذج اللي هو العزير، لكن يوم اللي تصفحت القرآن الكريم هل وجدت اسما مصرحا في القرآن الكريم ناصا على اسم الخضر؟ أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، أو كالذي مر على قرية، أحسنتم، وهي خاوية. من هذا الذي مر؟ الله عز وجل ذكر صفته، ذكر فعله، لكن ما ذكره صريحا باسمه في القرآن الكريم. فهل يعني هو ما موجود؟ أبدا. نأتي إلى دائرة النبوة، كل المسلمين يقولون هذا الذي مر على قرية ألا وهو النبي، نبي الله العزير. لدينا آيات أخرى، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله، بعد، ورسوله، والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم. الله عز وجل مو جاي يذكر إن هسه ذاك الذي مر على قرية في باب الاعتقاد يعني ما يشكل أهمية كبرى، لكن في هذه الآية المباركة إنما يشكل أهمية كبرى وواسعة. الله عز وجل يقول وليكم، هذا وليكم، إنما وليكم، أولى بكم من أنفسكم. طيب يا رب كيف لنا أن نعرف؟ قال حينما تأتون إلى قناة النبوة هي من تبين، هي من تبين لكم. نأتي إلى النبي الأكرم، قال هذه الآية إنما خاصة نزلت في تصدق علي بن أبي طالب. والحادثة معروفة، حينما جاء السائل وسأل النبي الأكرم وكانوا كلهم جالسين عنده وما عندهم شيء، النبي الأكرم قال لذلك السائل اذهب إلى علي، وأمير المؤمنين كان في الصلاة، وأشار إليه بخاتمه وتصدق. الله عز وجل أنزل فيه آية قال هذا وليكم. طيب يا رب احنا شلون نعرفه؟ قال تأتون إلى دائرة النبوة، محل الشاهد هو ما عندنا قاعدة في القرآن الكريم، من لم يذكر صريحا هو غائب الدور أو عديم الفائدة. أبدا، ما ذكر في القرآن الكريم في آيات صريحة هو له دور وفائدة وواقع تحت دائرة الحكمة الإلهية، وما لم يذكر صريحا في القرآن الكريم إنما يبينه النبي الأكرم. وإلا بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ، شديد اللهجة، الآية المباركة، ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل، هذه الرسالة كلها ما بلغت رسالته. نأتي، من هذا الذي سوف يبلغ به النبي الأكرم؟ قال لأن النبي الأكرم يشتغل تحت دائرة، هذه الدائرة اسمها دائرة الوحي الإلهي، الله عز وجل يوحي إليه. جاء النبي الأكرم ذاك اليوم وش قال؟ قال أيها الناس من أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا الله ورسوله. قال أيها الناس من كنتم أولاه؟ فهذا علي، اللهم وال من؟ عاد من؟ انصر من؟ اخذل من؟ والقوم، كل القوم يقولون بخ بخ لك يا علي، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. بيّن هذا الأمر النبي الأكرم. تأتي إلى نموذج آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يكفر بالإيمان، الله عز وجل آية في القرآن الكريم يقول ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة منين؟ من الخاسرين. اللي يكفر بالإيمان تحبط أعماله كلها تروح، ها، وبالآخرة يأتي بأعماله في الروايات
كجبال تهامة وعنده أعمال زينة وخيرة وكذا، لكن يأتي صفر اليدين من الخاسرين. يا رب كيف لي أنا أعرف هذا الإيمان؟ من هو الإيمان؟ قال يوم اللي ترجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين لكم. كيف بين؟ حينما قال خرج الإيمان إلى الشرك. من هو الإيمان الذي يكفر به الإنسان تحبط أعماله؟ هو علي بن أبي طالب. محل الشاهد دوائر توجيه الأوامر الإلهية الصريحة في القرآن الكريم إنما بحكمة إلهية، ودوائر التبطين، تبطين الأوامر في القرآن الكريم يبينها النبي الأكرم بمن؟ بحقيقة التأويل، وإلا صادق العتر المحمدية يقول اقرأوا سورة الفجر فإنها سورة الحسين. سورة الحسين، سورة الحسين بمن؟ بالتأويل، أن النبي وآله الكرام هم من يؤولون ما يريد القرآن الكريم. التأويل هو شنو؟ التأويل إرجاع ظاهر القرآن الكريم إلى باطنه. سورة الحسين، ويأتي إلى آية أخرى يسأل السائل يا ابن رسول الله يا أيتها النفس المطمئنة، قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية. قال تلك النفس يا نفس أبي عبد الله الحسين، الحسين الحسين الغريب أبو علي السليب، هؤلاء الحجج الذين اصطفاهم الله عز وجل قال بهم تتقربون إلي، لكن تعال شوفهم ما منهم إلا مقتول أو مسموم أو مسبي. الله أكبر. أي سادتي القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة. هذا أبي حمزة الثمالي يقول للإمام زين العابدين، قال له صح يا أبا حمزة، لكن هل سمعت عند ذلك أن لنا علوية قد سبيت؟ الأمر صعب بالسبا. اللي هاي فخر المخدرات زينب، خليني أسولف لك هالقصة وأحضر الدمعة عندك وخلينا نروح للرثاء. هذا عمران الحضرموتي تاجر من تجار اليمن آنذاك، يقول عنده تجارة في كل البلدان، ذاك اليوم تجارته صارت بالمدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم اللي وصل إلى المدينة وصل وتعرضوا له سارقين، سرقوا أمواله، كل ما يملك أنا ذاك انسرقت أمواله، ما عنده أي شيء. لكن هو شنو؟ هو عزيز قوم، تاجر عنده أموال، فصعب صعب الظرف اللي مر به. ما الذي فعل؟ يقول راح إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، صلى حال حال المصلين وطلع من المسجد، لكن أحس بالغربة ما يدري وين يروح، عنده تجارة في المدينة وما عنده عرف وما يعرف وين يروح، وحتى وإن كان يعرف واحد هو عزيز، عزيز نفس وعزيز قوم ما يقدر يسأل من ذلك. واحد شافه قال له أخ العرب أراك غريبا، قال بلى إني غريب عن هذا الديار. قال له سأل حاجتك، قال له أنا حاجة ما أسأل. قال له أرى الحيرة والحزن على وجهك، مالك؟ قال له أنا تاجر واعترضوني وأخذوا أموالي وسرقوهم. قال له أنا ما أقول لك أنا أنطيك أو كذا، لا روح الباب الكرم، روح إلى دار علي بن أبي طالب ستجد أولاد الحسن والحسين. يقول ذهب إلى دار علي بن أبي طالب، طرق الباب، خرجت الجارية، من الطارق؟ قال بلى أنا. شنو تريد؟ قال أين سيدك الحسين؟ أين سيدك الحسن؟ قالت إنه ما في سفر خارج المدينة. يقول الرجل يوم اللي سمع
في سفر أو خارج المدينة تحادرت دموعه على خده، قال هو هذا الأمل الوحيد وانفقد الأمل، وين أروح ما أدري. واحد شافاه يبكي قال ليش عندك؟ قال حاجتك كذا وكذا وأجيت إلى دار الحسن وإلى دار الحسين وإنهما خارج المدينة. قال له إيه، أروح إلى دار عبد الله بن جعفر، تجد هنالك عبد الله، وحتى إذا ما لقيته راح تشوف فخر المخدرات زينب في الدار، هي بنت علي بن أبي طالب بنت الجود والكرم، اسأل حاجتك عندها. يقول ذهب، ذهب طرق الباب، خرجت الجارية، عبد الله بن جعفر موجود؟ قالت لا، أن سيدي في سفر. زادت حيرة الرجل، أخذ يبكي، ما طاق الأمر اللي هو به، أخذ يبكي بكاء شديدا. وإذا بفخر المخدرات زينب سمعت صوته، أخ العرب ما الذي يبكيك أنت رجل؟ قال أبكي لأمر ما. قالت له شنو الأمر؟ قول. قال أنا عزيز قوم ما أسأل حاجتي. قالت له قل أنا زينب بنت علي بن أبي طالب. قال لها سيدتي أنا الأمر كيت وكيت، إجيت وانسرقت أموالي. قالت أخ العرب ناولته صرة من الأموال تربو إلى 500 درهم، وقالت له روح، أغنته وقالت له روح إلى ظهر الدار، تجد هنالك مجموعة من الإبل، أخذ لك واحد من الإبل وروح قرب إلى الله. لكن تدرون إخواني ما يصدع القلب، افترت الأيام وافتر الزمن إلى أن عمران الحضرموتي تصير تجارته بالشام. عمران الحضرموتي أول يوم صفر باوع، شاف الناس كلها فرحانة ومستبشرة، قالهم ألي أهل الشام عيد لا نعرفه؟ قالوا له لا، إن خوارج خرجوا على الأمير يزيد وسوف يدخلون إلى الشام. يا ويلي. يقول هناك وقف مع جمهور الناس، شاف أول الظعن رؤوس عوالي زواكي طاهرة، رأس الحسين، رأس العباس، رأس الأكبر، رأس القاسم، وشاف رأس صغير، رأس عبد الله الرضيع. يقول عند ذلك قال هاي الرؤوس مو غريبة علي. قالوا له إيه هذا الحسين ابن علي ابن أبي طالب. باوع شاف نساء، إجا سأل منه مسؤول الركب، قالوا له ذيج فخر المخدرات زينب، إجا لزينب السلام عليك سيدتي، سيدتي اليوم صار الجزاء أمري، أنا اليوم أجازيك عن اللي انطيتيني إياه. قالت له عمران إن كان لديك شيء من الأموال فاعطها لحامل الرؤوس فليتقدم، والله خزينا من كثرة النظر إلينا. عمران إن كان لديك شيء من الأموال فاشتري لنا مقانع، فوالله تقشرت وجوه العلويات من حرارة الشمس. يقول بينما هي كذلك، وإذا طفل صغير يدعى ابن العقيلية، اجا باوع للضعن وسمع زينب تقول شمال، والله شمال الناس تتفرج علينا، عمت عينا ليصد بالعين لينا، والله يغسل قال لن غايب ولينا، وراس على الرمح لينا يتفكر. راح هذا وليد العقيلية إلى أمه، أماه ألبسيني ملابس العيد. شكو قالها أماه خوارج خرجوا على الأمير يزيد وسوف يدخلون إلى الشام، ودخلوا والناس كلها فرحان، عاد عندك حالة من النياحة، ولأن وليد العقيلية يقيلها اليوم زينة
وما البوسي المذخور للأعياد، وإش عندك تقل يا الولد تنده من بعيد، وياه اللي قال لك هالوكيت يا ابني وكت عين، قالها خوارج ثايرة والنصر ليزين. قالت له لا أم، روح روح شوفهم منين ذول الخوارج. اجا الزينب أمة الله من تكونين؟ قالت له أنت تسأل؟ الشام كلها تشامر علينا حجار، الشام كلها فرحانة ومستبشرة، أنت من تكون؟ قال أنا أم تسالف واسمع من الناس، اسمع الأبيات. قال أنا أم تسالف واسمع من الناس، خوالح يود بيهم رفعة الرأس، والله الراس الراس. هذا البيت أريده من عندك. ويل الراس وعدهم فد بطل اسمه عباس العباس، وزينب خالته وست النزاوين. قالت لزينب، قالت أنا عند أمك سلامي، اخذ مني يا خال راس حسين والعباس، ذني ذني وانا زينب اللي يحجون عني، والله انا عند امك سلام اخذ مني. مني مني يا خال راس حسين والعباس، ذني والله راس حسين والعباس ذني. ذني ذني وانا زينب اللي يحجون عني، والله وانا زينب وانا زينب اللي يحجون عني. انا لله وانا اليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد. اخواني موصينا هواي كثير بالدعاء مرضى. نقرأ هذه الآية المباركة. أما يجيب أما يا الله أما أمن إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله. إلهي شاف مرضانا، سامحنا واعف عنا واغفر لنا. إلهي اجعل أول كلمتنا الحسين، أصلح خواتيم أعمالنا بمحمد وآل محمد يا الله. إلهي وسيدي ومولاي إخوان الحاضرين، احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم، اقض اللهم حوائجهم. لا
الدنيا والآخرة، احفظ هذا البلد واجعله آمنا، واجعل بلاد المسلمين في سلام وأمن. يا الله لأرواح المؤمنين والمؤمنات، أمواتكم جميعا، شيعة أمير المؤمنين، علماء أنا الصالحين، رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. هيا من بين نصير.